تعال نروح لرمضان زي ما انا كنت بقول لزملائي النهارده واحنا لسه مع نشره التاسعه مرورا ببرنامج التاسعه. رمضان، سباق رمضان جاهز جاهز. مسلسلات، يعني انا ممكن اقول لكم مجموعه من المسلسلات اللي موجوده معانا باذن الله سبحانه وتعالى في رمضان وانتاج الشركه المتحده. بص يا سيدي، انت عندك العمده محمد رمضان، عندك رسالة إلى الإمام خالد النبوي، عندك تحت الوصاية، يا سلام، وده هيبقى مسلسل لطيف جدا، محمد دياب وأستاذ سامي مغاوري ونسرين أمين، عندك الصفارة، ده أحمد أمين، يا سلام سلم، وعندنا طبعا هيبقى موجود بقى مع أمين، هيبقى موجود أستاذ محمود البزاوي اللي أنا بموت فيه، طه الدسوقي، آية سماحة، وحاتم صلاح، عندنا كمان جت سليمة، وجت سليمة دنيا سمير غانم، ومعاها الأستاذ سامي مغاوري، معاها الفنانة الكبيرة شيرين، ومحمد ثروت، وسلطان، وسلام، ده رائع جدا. علاقة مشروعة، نجمي المفضل ياسر جلال، ومعاه خالد الصاوي، يا سلام سلم. معانا الكتيبة 101، الكتيبة 101 ده واضح ان هو حاجة هتبقى جامدة جدا جدا، اعتقد ذلك. سوق الكانتو يبدو انه لطيف، خصوصا انه بطولة فتحي عبد الوهاب صديقي العزيز صاحب الموهبة مستمرة التدفق. فتحي عبد الوهاب ده يا جماعة فيضان موهبة والله العظيم. سر الباتع احمد فهمي واخراج الصديق العزيز خالد يوسف. ضرب نار ناصر عبد الرحمن يعود مرة أخرى للتأليف والكتابة للتلفزيون. يا سلام عليك يا ناصر، ناصر من أجمل كتاب السيناريو بالمناسبة، وده احنا كنا اتكلمنا فيه لانه ده احمد العوضي و واخراج مين يا جماعه؟ انا مش شايف الاخراج. ايه ده؟ لسه مصطفى فكري، ماشي، وياسمين عبد العزيز طبعا. الكبير قوي 7، اخراج المبدع دائما احمد الجندي، وطبعا الكبير بطوله الكبير احمد مكي، مفهومه. عمله نادره تاليف الدكتور مدحت العدل واخراج محمد العدل، رائع. عندنا ألف حمد لله على السلامة كمان، ده هيبقى أظن برضو مسلسل جميل ورائع، ده بطولة يسرى. عندنا جميلة بطولة ريهام حجاج، وعندنا الله ده تأليف أيمن سلامة. أوبا، احنا معنا أيمن سلامة على التليفون، يا سلام سلم. طيب الأستاذ أيمن سلامة صديقي العزيز، إزاي الحال؟ الحمد لله، ازيك يا استاذ يوسف؟ وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب، ويعني انا مبسوط خالص ان احنا معانا مسلسل برضو في رمضان المره دي، اللهم بلغنا رمضان. بداتوا تصوروا يا استاذ ايمن ولا لسه؟ بدانا من زمان، ده احنا يعني خلاص قضى قوسين او ادنى من ان احنا نخلص يعني او قربنا. الله، يعني احنا في احتمال نقفل المسلسل قبل رمضان؟ مش قوي يعني، ممكن ندخل اسبوع في رمضان. ماشي الحال. الحمد لله يعني احنا كتير. طيب انا عارف انك مش هتحرق لنا المسلسل لو انا عملت اللالي، بس يعني ايه حاجه من بعيد كده، عارف شيء من بعيد ناداني. بص، هي جميله تمام، النجمه الجميله ريهام حجاج، ها طبعا صديق الكبير سامح عبد العزيز، عظيم، وده تاني تعاون مع فيه و مع ريهام، عظيم. و ببساطه المقوله الفكريه يعني اللي احنا عايزين او تلعب عليها السعاده، فكره ان تلعب على فكره والعوده عندما تشعر بالخطا. السنه دي بلعب الثمن اللي ممكن يتفقد نتيجه غلط ثانيه، يعني ممكن تدفع ثمن اخطاء وحزين من ده. يعني انت ممكن تعمل غلطه يدفع ثمنها ابنك، يدفع ثمنها بنتك، تمام. فعلى الاباء ان يعني يحذروا فيما يفعلون، وهم اللي يدفعوا الثمن، يعني اللي غلط يدفع الثمن، العيال ذنبها ايه؟ لا، واحيانا الثمن بيدفعه الاخرين. زراعة اللي بيعمل الغلطة. هناك من يزرع الشوكة وهناك الحاصدون. بالظبط. يا نهار ابيض، ده هيبقى مسلسل حلو، ده هيبقى مسلسل حلو جدا. مسلسل اجتماعي جوه الاسره المصريه، جوه يعني تشريح
للجوه الاسره المصريه في المتغيرات اللي حصلت في الفتره الاخيره. نلعب على افكار كثيره جدا يعني، ومشاكل اسريه ومشاكل اجتماعيه. مش عايز احرق طبعا الموضوع يعني، لكن هو موضوع شائك وموضوع جوه فكره الاسره وجوه فكره القيم والاخلاق. حلو قوي. ان احنا لازم ان احنا كل واحد ياخد باله من افعاله، ومهما اوعى تتصور برضه ده مهم جدا في المسلسل، انه اوعى تتصور ان مهما طال الزمن انك تقدر تخفي حقيقه. الحقائق ستظهر طبعا، ستظهر مهما طال الزمن. طبعا طبعا. فربما حقيقه قديمه انت مغلقها وقافلها وحاططها في الدرج تظهر فجاه، فتغير مسار ناس تانيه غيرك كمان يعني. مما لا شك فيه الزمن اقوى من البشر بكثير. بالظبط. مش هتعرف تحارب الزمن ولا تقف قدامه. لا، هو العدو الاول للبشر. طبعا. هو العدو الاكبر للبشر. اكثر قوه. على كل بالتوفيق باذن الله، وباذن الله باذن الله يعني كما جرت العاده هنشوف اكيد مسلسل حلو من كتابتك ومن اخراج صديق العمر سامح عبد العزيز. انا اشكرك جدا 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 يا استاذ ايمن، وكل التوفيق لكل فريق العمل. يمكن انا في السريع كده اقول لكم عندنا كمان مذكرات زوج لطارق لطفي، عندنا حضره العمده بطولة روبي، وتأليف أستاذ إبراهيم عيسى، وإخراج صديقي الحبيب عادل أديب، مخرج عظيم أنا بحب عادل قوي قوي قوي. واضح أنه المتحدة محضر لنا في رمضان مجموعة من المسلسلات الحلوة. خد بالك هنا لو ركزت هتلاقي المسلسل أبطاله كلهم حلوين، كل المسلسلات اللي قلتها لك دي وكلهم في الجون. التأليف كله يعني التأليف أو كتابة السيناريو كله أسماء تجنن، الإخراج أسماء تهوس. فإحنا كده منتظرين موسم رمضاني من إنتاج المتحدة، ولا أجمل ولا أحسن ولا أقوى ولا أروع ولا أمتع. دي تعبيرات الكورة بالمناسبة، بس هي صح استخدامها في الدراما أيضا.